نتذكر دائما يوم الوثيقة العربية للعمل معا على صون التراث العربي المادي والمعنوي وللحفاظ على هويتنا العربية. الاحتفال بيوم الوثيقة العربية الذي بلا شك يمثل فرصة مناسبة لإبراز أهمية الوثيقة التي هي ذاكرة وتراث الأمة العربية. لا يجوز أن أي أمة تنسى تاريخها وماضيها، ويعني من ينقطع عن الماضي فهو تخبط في الضياع، ومن ينغلق في الماضي فهو استسلام لانتحار بطيء. العمر المتوسط للوثيقة 30 سنة، بعد 30 سنة يمكن أن تصبح وثيقة تاريخية، وبالتالي يجب أن يحافظ عليها مهما كانت الظروف. قام صاحب السمو حاكم الشارقة بالعديد من الأبحاث والتحقيقات حول الوثيقة التاريخية عموماً في منطقة الخليج العربي بالتحديد وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أسهمت هذه الإصدارات وهذه التحقيقات في رفض الساحة الثقافية الفكرية في المنطقة بالمعلومات الهامة عن تاريخ المنطقة. هناك الوثائق المملوكية ووثائق زير سعد كاترين والوقفيات ووثائق تاريخ الجبرتي، ثم الوثائق الحديثة منذ عهد محمد علي إلى عهد عبد الناصر. كل تلك الكنوز تحضنا على التساؤل التالي: ما الذي أفدناه من هذا التراث القيم؟ ما الذي أفدناه من هذا التراث القيم؟ وما الذي يجب علينا القيام به من أجل إعادة إحياء هذا التراث؟ يجب أن نربي هذا ونحقن هذا في أبنائنا، أن نعلمهم كيف يهتمون بتراثهم، وأن يزوروا متاحفهم ويهتموا بالتراث والمتاحف. عن كل التقدير لدار الكتب والوثائق العراقية التي نهضت من الرماد بعد أعمال النحب والتخريب التي تعرض لها في عام 2003، واستطاعت إعادة جمع ما فقد من التراث الوثائقي العراقي والعربي. ولا ننسى الإشارة إلى أن هذا العام يحتفل العالم العربي بمدينة بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013. في العراق والمجهود الكبير الذي قامت به دار الوثائق العراقية بعد الخراب والدمار اللي عانت منه ابان الغزو الأمريكي 2003، بعدها بسنتين استطاعت دار الوثائق العراقية أن تقف على أرجلها مرة أخرى وتبني تعيد إنتاج التراث المفقود. لا يفوتني أن أسلط الضوء على ما تتعرض له الآن ومنذ فترة مدينة القدس الشريف من انتهاكات إسرائيلية وسياسات عنصرية لطمس معالمها الحضارية وسرقة الوثائق وتزوير الحقائق بهدف تغيير ملامحها وهويتها العربية وتهويد مقدساتها. يجعل الأرشيفات سواء كانت في فلسطين أو خارج فلسطين مهددة، وبالتالي لابد من جهد كبير ومن تنسيق بين الدول العربية من أجل حماية هذا التراث حتى لا يضيع. كانت إسرائيل من أشد المعارضين لدخول دولة فلسطين إلى اليونسكو، فوجود مصر على رأس هذه اللجنة يعني في الواقع شيء مهم جدا، وسيؤدي إلى رد كثير من الادعاءات اليهودية، ويؤدي إلى الحفاظ على تراث القدس وتراث فلسطين. وأشير على وجه الخصوص إلى ما تتعرض له المواقع الأثرية والمكتبات في سوريا من مخاطر وأعمال حرق ونهب تتطلب التدخل السريع والعاجل لإنقاذها وحفظها من الخراب والدمار. اليونسكو الخاص بحفاظ المقتنيات الأثرية دي، دور مصر فيها إنها بتقوم على عدة أمور. أول شيء إنها أصلاً بتضع التراث العربي على أجندة اليونسكو فيما يتعلق بالحفاظ عليه. إحنا عارفين في هجمة كبيرة على التراث العربي حالياً، وشفنا في آثار طبعاً سوريا التنقيبات اللي بتتم معنا حالياً، وده فيها أزمة كبيرة لأن فيها حاجة تهرب. العراق وما حدث فيه، وفي جزء كبير من مقتنياته الوثائقية ذهبت. أيضاً إن إحنا وجدنا في اليمن وحتى من مصر وبعض الدول العربية مثل الجزائر وغيرها تعرض تراثها للنهب والسرقة والتهريب. الأمر الذي وضعنا أمام مسؤولية تركيز الجهود بهدف الحفاظ على مخزوناتنا الوطنية الوثائق النفيسة وبناء شبكة إقليمية عربية لتبادل الخبرات في هذا المجال من أجل إحياء المكانة التي كانت الوثيقة العربية تشغلها. أبرمت إدارة المعلومات والتوثيق مذكرة تفاهم مع مكتبة الإسكندرية، والعامش هذا الاحتفال يتم التوقيع المذكرة بين الأمانة العام جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية.
وقعنا اتفاقية تعاون ما بين مكتبة اسكندرية والجامعة العربية، والجامعة العربية هي بيت العرب، هي مكان ومركز الأمة العربية ككل، فيسعدنا ان احنا نتفاعل معها في التعاون الفني حول قضايا الحفاظ على الوثيقة العربية. من ضمن الإنجازات التي حققتها الجامعة اليوم في إطار الاحتفال بيوم الوثيقة هو احتضان ولأول مرة الاجتماع التنسيقي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، وذلك في إطار العلاقات التعاون المختلفة بين جامعة الدول العربية وبين المنظمات الإقليمية والدولية. الواقع برزت العديد من التوصيات في هذا اليوم، يوم الوثيقة العربية، من أبرزها توحيد الجهود العربية لإنشاء قواعد البيانات العربية الخاصة بالوثائق، الاستفادة من التجارب سواء كان على المستوى العربي الإقليمي أو على المستوى الدولي. وإضافة إلى ذلك هناك في اقتراحات أيضا بالتوصيات لمحاولة إيجاد نوع من الاحتفالية اللي هو ممكن هذه الاحتفالية تؤسس لتكريم سنوي سواء كان لشخصيات عربية أو مؤسسات عربية أو أفضل بحث علمي أو أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه للطلاب في مجال التوثيق، إضافة إلى إصدار سلسلة من الوثائق العربية. وأيضا هناك كان اقتراح بإصدار سلسلة وثائق العربية ينشر فيها صور ونصوص الوثائق العربية المختلفة. للأسف الشديد قد أهملنا هذا الجانب لسنوات طويلة، يعني اعتبرنا أن الوثائق يعني من قبيل الأوراق التي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. ولذلك في كثير من القضايا الوطنية والإقليمية لكثير من الدول العربية حينما كانت تحدث مشكلة خاصة بحدود أو مشكلة خاصة بقضايا سياسية ذات طابع إقليمي أو دولي، كنا نلجأ إلى أرشيفات أجنبية لكي نبحث عن الوثائق. ولعل قضية طابة كانت واحدة من القضايا التي لجأنا فيها إلى العديد من الأرشيفات الدولية والإقليمية لكي نستكمل الملف الخاص بحضرتك. التوثيق هام جدا لإثبات الحقوق كما هو الوضع بالنسبة للفرد. لو ما كانش لديك وثيقة تثبت أنك مالك لهذا البيت أو لهذا قطعة الأرض فكأنك لا تملكها. مهم جدا في العصر الحديث أن يكون كل الوثائق موجودة وفي متناول اليد وتدخل في الأجهزة الجديدة الرقمية والكمبيوتر وكل هذه الأمور.